تكررت الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في المراكز والمستشفيات الصحية في الكويت، مؤدية إلى حالات وفاة وإعاقات، فضلا عن الأضرار الجسيمة والنفسية التي تكبدها الذين تعرضوا لها. وكان طبيعيا أن تغص قاعات المحاكم بقضاياهم التي تطالب بجبر الضرر والتعويض. ممكن هذا الشيء يشكل دفاعا لفتح هذا الموضوع اليوم علشان نناقشه مع ضيوفنا في الاستديو، وهو ضيوف مختصين. طبعا نرحب فيهم معنا اكيد الدكتور محمد جمال، استاذ الجراحه بكليه الطب جامعه الكويت، جراح سمنه وكبد وبنكرياس. حياك الله دكتور. يا هلا اختي غاده، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. والدكتور احمد المسوي، اخصائي تنفس الاطفال والعنايه المركزه. حياك الله دكتور. حياك الله، تشرفنا فيكم. اكيد الشرف لنا. والاستاذه غاده البهدهي، محاميه، واللي راح تكلمنا عن الجانب القانوني اكثر. حياكم الله. الموضوع جدا حساس ولا بد انه يطرح علشان نناقشه بشكل اوضح، سواء كان طبيا وقانونيا. لكن قبل لا نبلش حوارنا، نروح نشوف هذا الفلاش عن الاخطاء الطبيه. دكتور احمد، موضوع الخطا الطبي يعني هو موضوع جدا كبير، نحاول ان احنا بخلال هذه الفقرتين الاخيرتين من البرنامج ان احنا نسلط الضوء عليه. دكتور، يعني اذا بنتكلم اكثر عن المفهوم الطبي للخطا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول شيء احب ارحب بالمشاهدين الاعزاء، أخواني وزميلي والدكتور محمد جمال حبيبنا وزميلنا والمحامية، وحضرتكم حياك الله. وبعد ما شفنا الصراحة المقطع توه فيلم الرعب اللي حطيناه مع الموسيقى اللي وراه، زين خرعنا المشاهدين. الموضوع جدا حساس مثل ما تفضلتي، ونحب إن شاء الله نطلع من الحلقة هذه بأشياء تفيد المشاهدين، وأن يعرفون حقوقهم من أختنا المحامية أكيد. ويعرفون شنو الأشياء اللي تسويهم مع الدكتور محمد جمال، هني هم خبرة بهالأمور. نعم. زين، ونحاول ان نخلي ايضا جانب اطمئنان بسلامتهم. شو الاشياء الموجوده؟ اكيد. اذا ببلش بالخطا الطبي، اول شيء كلمه الخطا هو انك انت تسوي شيء، اول طبعا في كذا شق للخطا الطبي، تسوي شيء بدون قصد. ما تقصده تسويه، رقم واحد. رقم اثنين، تسوي شيء انت قاصد انك تسويه ولكن ما توصل للنتيجه اللي انت كنت حاطها ببالك. نعم. يعني انت والله جيت بتسوي عمليه حق هالكليه، سويت عمليه حق الكليه الثانيه. نعم. انت قصدك شيء، النتيجه كانت شيء ثاني. او انت تبي مثلا عندك خطه معينه لازم تسويها، انت ما مشيت على هالخطه. او انت لا عندك خطه تسويها ولكن خطتك غلط. نعم. انزين. أهم شيء في بداية الحلقة، بما أنك حطيتيني فرصة أن أول شيء أتكلم، أن لازم نميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات. نعم. إنزين، يعني مثلا لما واحد يسوي عملية ويكون موقع والطبيب شارح له وقايل له والله العملية في مضاعفات، يمكن يصير معك التهاب. وفعلا بعد العملية صار معه التهاب، أو مثلا قال له ترى احتمال يصير وياك نزيف شوي. نعم. هذه المضاعفات إحنا نشرح حق المريض الأشياء هذه، إذا صارت ما تعتبر خطأ طبي إلا إذا كان فيه إهمال. إنزين، أدى إلى هالمضاعفات. لكن نعم. في أغلب الأشياء مثلا واحد خذ دواء، الدواء من آثاره الجانبية الصداع، ها مو خطأ طبي. أنا أعطيتك الدواء أدري راح يسبب لك صداع شوية، بس لأن فائدته أكثر من مضرة. نعم. إنزين، الخطأ الطبي أيضا يصنف بأشياء أخرى، إن في خطأ طبي احيانا يصير لكن ما يوصل للمريض. شلون؟ يعني مثلا نزلت المريض الخطا الى العمليات. لكن قبل ما يدش العمليات لاحظ مثل تدارك. انا قاعد اعطي امثله الاشياء انا يعني ما شفتها بعين، الحمد لله رب العالمين، ودكتور محمد جماعه يفيدنا ان شاء الله. لكن تداركت الموضوع وخرت، لكن هذا خطا. نعم. ما وصل المريض، او وصفت دواء غلط، لما نوصل الصيدليه الصيدلاني دق عليه قال معود انت ايش سويت؟ واصف له دواء غلط، خطا طبي لكن تدارك. نعم. في خطا طبي يوصل للمريض، ياخذ الدواء، خذ الدواء الغلط. نعم. لكن مثلا ما ضره، مثلا جرعه خفيفه او شيء ما ضره. في خطا طبي يوصل للمريض ويضر المريض. نعم. زين، طبعا في عندنا اضرار جسيمه واضرار خفيفه، هذه اخطاء طبيه متشعبه. نعم. ايضا نحب نبين ان في اخطاء طبيه
السبب مالها اما يكون اهمال او تجاهل للبروتوكولات والانظمه اللي موجوده. اكيد. انزين؟ او احيانا يكون الخطا لا، لان انت النظام اللي دور مدارك خلالك بيئه مهيئه للخطا. انا اتمنى انكم ما استخدمت وايد مصطلحات علميه، وان شاء الله المشاهدين فهموا الشيء، لكن باختصار انه صار شيء غير اللي انت تقصده. نعم. سواء اذى المريض او ما اذى المريض. نعم، احنا راح نتكلم اكثر على الفرق بين الخطا الطبي اللي هو يعتبر اهمال، والخطا المقصود، والخطا الغير متعمد، وغيرها من الاخطاء، وشلون ممكن يتعرض لها المريض، وشلون ممكن ايضا الدكتور نفسه يحمي نفسه من انه يرتكب هذه الاخطاء. لكن استاذه غاده، يعني نبي نتكلم ودي على ارد عليه، ودي الحين راح ليش تردين عليه؟ لا تحاتي. يعني اشكركم على الاستضافه. نعم، فعلا الاخطاء الطبيه تعتبر يعني من المواضيع الحساسه حيل، وفيلم رعب مثل ما قال الدكتور. صح. لكن الاخطاء الطبيه احنا عندنا من الناحيه القانونيه هي اي عمل او اي اجراء يقوم فيه هذا الدكتور يحصل منه خطا طبي نتيجه اهمال او نتيجه عدم كفاءه او قله خبره. نعم. فاحنا اساسا عندنا قانون تنظيم مزاوله مهنه الطب البشري. نعم. وطب الاسنان وكل المهن اعتقد، او شيء يخص المهن، قانون يمكن صادر 1981. نعم. فهذا القانون قديم جدا، يعني انا تراولي ان طلعت اكيد مهن او طلعت اكثر من علوم او اكثر من مجال طبي جديد. نعم. المفروض انه يكون يتم تعديله، ويتم من ناحيه فنيه كدكاتره ممكن هم يفيدوني اكثر في تعديل هذا القانون. فاحنا عندنا الاخطاء الطبيه، احنا اي خطا يقوم فيه هذا الدكتور، نعم، يترتب عليه ضرر، هذا الضرر يتاثر في هذا المريض، احنا نعتبره خطا طبي. نعم. طبعا بالنسبه لدرجاته ولاي مدى ممكن يبلش من الضرر البسيط الى يصل الى الاعاقه، ممكن يوصل الى الوفاه، طبعا كل حاله في قانون راح ينظم له، في عقوبة تنظم على الدكتور أو على المستشفى، سواء كان مستشفى حكومي أو مستشفى خاص. يعني أستاذة غادة، إحنا ما نفتقد إلى قانون ينظم هذا الأمر أو ينظم الخطأ الطبي؟ لا، الأمور الفنية ما في تنظيم لها، يعني هذه الأمور الفنية يمكن الدكاترة أبخص فيها، يعني القانون قديم، يعني القانون قاعد ينظم لي مهنة الطب في 1981. نعم. طبعا احنا الطب احنا عارفين ان مجالاتها خاصة بالمجالات الحديثة، اكثر عمليات اللي فيها اخطاء طبية هي عمليات التجميل. نعم. هذا يعتبر بالنسبة حق المجتمع يعتبر هوس. صحيح. يعني ما في احد الحين، الكل قاعد يستخدم التجميل، في سواء كان امرأة او رجل. صحيح. فهذا المجال المفروض كامور فنية، يعني كدراسه، كقوانين، كمفروض يكون في تنظيم. نعم. تنظيم اكثر من كذي، غير كذي ان الامور هذه الفنيه الدكاتره ابخص فيها. فمفروض ان يدخلون في مجال تشخيص هذا الخطا بشكل دقيق اكثر من القانون، يعني الامور الفنيه هم ابخص فيها اكثر من القانون. نعم. دكتور محمد، شلون تفسر كثرة الأخطاء الطبية اللي حدثت خلال السنوات الأخيرة؟ في البداية دكتور أحمد تكلم بطريقة وايد حلوة عن الشرح العام للخطأ الطبي. نعم. والأستاذة غادة راح تعطينا وايد إن شاء الله من الأمور القانونية. الآن لا توجد دراسة تقول أن الأخطاء الطبية زادت في الكويت، لا يوجد دراسة من هذا. ماكو أي إثبات على هذا الشيء. خليك أكمل الحين، راجع. تفضل. حياك. الأخطاء الطبية ما راح تزول، دائما راح تكون موجوده. نعم. اول ريبورت في العالم، اول تقرير في العالم كان سنه 1999 من المعهد الطبي الامريكي. نعم. سنه 1999 وسوى ثوره في العالم الطبي كله. احد هزات هذه الثورات ان احنا قمنا نتكلم عن الاخطاء الطبيه بطريقه اكبر. نعم. شنو الاستنتاج مال هذا الريبورت؟ قال ان 100,000 وفاه سنويا في امريكا تحدث بسبب اخطاء طبيه، مو اخطاء طبيه عاديه. نعم. ممكن تلافيها. في اخطاء طبيه ممكن تتلافاها، ممكن في اخطاء ما تقدر، هذه اخطاء ممكن تلافيها. الدراسه الحديثه في المجله البريطانيه سنه 2014 قالت ان اصلا ال 100,000 هذا عدد قليل، 200,000. نعم. الان في 2,000,000 وفاه سنويا في امريكا. انا قاعد اتكلم امريكا ليش؟ لان في دراسات وستاتستكس، في احصائيات. نعم. في 2,000,000 وفاه سنويا في امريكا. القاتل الأول أمراض القلب 600,000. نعم. القاتل الثاني سرطان 500,000. نعم. شنو القاتل الثالث؟ الخطأ الطبية 250,000. نعم. الاسم بالإنجليزي
ميديكال ايررز مو ميديكال ميستيكس. احنا بالعربي نسميها ميديكال ميستيكس صحيح، لان ما عندنا كلمه مشابهه لايرر. الايرر نعم. قاعد يقول لك ان في سيستم قاعد يغلط. نعم دكتور، انا استوقفك بس عند هذه النقطه، يعني هذه اهم نقطه. نعم علشان اهم نقطه احنا نبي نسولف عنها اكثر. هذه اهم نقطه. تفضل. نعم أوكي. ناخذ فاصل قصير مشاهدينا ونرد لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا حول موضوع الأخطاء الطبية، وعندنا هنا دكاترة وأيضا قانونية بنتكلم عن هذا الأمر في كافة المحاور الأساسية اللي هي أكيد راح تفيدكم في النهاية. دكتور محمد استوقفتك عند نقطة وهي النقطة الأهم، كلمنا عنها أكثر. أنت قلت لي لا، أنا قاعد أقول إن السبب الثالث. نعم. وصلنا للسبب الثالث، 250 ألف وفاة سنويا في أمريكا بسبب الأخطاء الطبية. نعم اعتقد يعني 10% من اسباب الوفاه في امريكا الاخطاء الطبيه. اعتقد عندنا راح يكون عندنا نسبه مشابهه. زين، الاخطاء الطبيه لازم تكون موجوده، ما دام في عامل الانسان في الموضوع لازم تكون في اخطاء طبيه. ترجمتها احنا نسميها اخطاء، بالانجليزي ميديكال ايررز مو ميستيكس. اغلب هذه الاخطاء، احنا شنو الغلط اللي عندنا صاير بالكويت اللي اشوفه خطا؟ ان احنا دائما ندور عن شخص نلومه في الخطا الطبي. صحيح. اثبتت الدراسات بما لا يدع مجالا للشك. نعم. اسوا شيء ممكن تسويه في التعامل مع الخطا الطبي انك تلوم شخص. هذا اسوا شيء، وهذا احنا اللي دائما قاعد نسويه. يجون اعضاء مجلس الامه، من الطبيب اللي انحاش وراح سافر عقب ما توفى؟ هذا راح يعزز زياده، اهلنا راح يتاثرون. صحيح. اذا احنا استمرينا في هذه الثقافه الاعلاميه ان نلقى كبش الفداء حق اي خطا طبي، راح تستمر الاخطاء وراح تكبر وما راح نتلافاها. لازم تكون في بيئه من الشفافيه. نعم. لازم نشوف السيستم، السيستم نفسه لازم لما نستوعب، انا مو قاعد ابرر الاخطاء الطبيه لا، قاعد اقول لك لما نستوعب ان الخطا الطبي صعب تلافيه، هني شو نسوي؟ نحط سيستم. نعم. نحط بروتوكول نفس ما دكتور احمد قال. نحط سيستم يمنع الطبيب حتى لو كان تعبان، حتى لو ما حتى لو كان كانت ناقصته المعلومه، انه يسوي هذا الخطا تشيك ليست. شايف شلون في الطياره؟ الطيار قبل لا يطير عنده تشيك ليست، حتى لو صحيح. افضل طيار في العالم صحيح. عنده بروتوكول يمشي عليه، البروتوكول والتشيك ليست قاعد يمنعه من انه يقلل من الاخطاء الانسانيه. صحيح. احنا اذا دائما نحاول نلقى شخص عشان نلومه، راح ننسى السيستم، ننسى اخطاء السيستم، وراح تتكرر الاخطاء، لان الاخطاء نعم. دائما من السيستم. نعم. وممكن تلافيها في السيستم. نعم. دكتور احمد يعني ذكر موضوع دكتور محمد جدا مهم، وهو وجود البروتوكول، وانت ذكرته ايضا. من المسؤول على وضع هذا البروتوكول علشان يتجنب الطبيب نفسه هذه الاخطاء؟ والله شوفي، في بروتوكولات على كذا مرحله. يعني مثلا في لجنه في المستشفيات حاليا، طبعا ما ادري اذا اخوان مشاهدينها عارفين وحضرتك عارفه، الكويت الحين قاعد تمر في مرحله اللي يسمونه التوثيق او الاعتراف الكندي. زين. نعم. ففي متطلبات كثيره من المستشفيات ومن الوزاره عشان تكون عند المستشفيات اعتراف كندي. احد نعم. المتطلبات يعني بالسلامه لازم يكون في لجنه سلامه وضمان جوده. نعم. او ترقيه الجوده في رعايه المرضى. نعم. احد الاشياء اللي تهتم فيها هذه اللجنه هو رصد الاخطاء الطبيه. ايضا من ناحيه ثانيه ضمان وجود بروتوكولات وخطط عمل، اليه عمل. نعم. لضمان سلامه المرضى. نعم. في كذا ليفل في الانظمه، في اشياء من الوزاره، تطلع قرار وزاري، والله ما يداوم المريض، عفوا ما يداوم المريض، ما يداوم الطبيب. نعم. الدكتور في وزاره الصحه الا اذا عنده الشهاده الفلانيه. نعم. وعنده البورد الفلاني عشان يترقى، ولازم عنده خبرة كذي، ولازم شيء. هاي بروتوكول أو آلية نظام مثل الوزارة، كثير من الأشياء. أي والله قص المستشفى، المستشفى نفسه يقول والله ما تحطون مثلا أماكن الإكرم السامع القمامة جم أماكن الأدوية داخل المستشفى. نعم. بعدوهم كل واحد بصوب. أماكن الأدوية منو شلون تمشي، بأي طريق، أي أسانسير تستخدم، أي شيء مهم. صحيح. بعدين يجي القسم نفسه، قسم أطفال، قسم جراحة، يحط البروتوكولات آلية العمل مالته. داخل القسم مثلا باطنية، في قسم سكر، في قسم قلب، نفسهم الوحدات تحط آلية عمل داخل هالأمر. فالوضع البروتوكولات هذه تحتاج إلى كذا ليفل، إلى كذا محطة
عشان نضمن سلامة المريض. نعم. حاليا الكويت عندنا خلينا نقول في عندها المستوى هذا كانت في سلامة المريض، حاليا عندنا كيرف ويرتقي يرتفع بسبب الحركة اللي موجودة والاهتمام في أخذ الاعتراف المؤخرة. الحين كثير من المستشفى قاعد تأخذ اعتراف الكندي، وطبعا هذا احنا في دول منطقتنا في تطور بهذه الامور. نعم نتمنى انه ما يكون هالشيء مؤقت علشان بس ياخذون الاعتراف. لا هو موضوع تطور والاعتراف هذا دائما في مراجعه. نعم. انت عشان تستمر كل كم سنه لازم يجون يقيمونك مره ثانيه. اي نعم. صحيح. استاذه غاده، يعني نبي نتكلم على القانون نفسه، قانون اللي يحمي المريض، وايضا اذا كان في قانون يحمي الدكتور نفسه. خل أقول لك شغلة، في طبعا في كثير من المرضى يسأل سؤال لما يدش عند المستشفى يوقعونه على ورقة عدم مسؤولية الدكتور، عدم مسؤولية طب المستشفى. صحيح. في أي مضاعفات لأبسط الأمور طبعا. هذا أو هذه الورقة اللي هم يوقعونها ترى ورقة باطلة. نعم. يعني هو ممكن يلجأ للقضاء، هذا ما يمنع أنه يلجأ للقضاء، لأن الأمور الفنية هذه هو المريض ما يفقه فيها ولا حتى عنده علم فيها. نعم. يعني لما يجي شيء متخصص بأمور التخدير أو بأمور مثلا الفنية في الجراحة ما راح يعرف، يقول له والله أنا موافق في عمل العملية، لكن ما يدري عن موضوع المضاعفات. صحيح. أو كمية التخدير أو غير التخدير أدى إلى وفاة أم ما عنده خبر. فالتوقيع هذا لما يوقع يقول أنا حميت نفسي الدكتور، أنا حميت نفسي لما وقعت المريض على الورقة هذه، فخلاص هو ما يقدر يلجأ لي. طبعا هذا شيء مو صحيح، لأن الورقة هذه تعتبر باطلة، بما أن اللي وقع أساسا إنسان مو فني ولا يعرف، ولا إنسان طبيب عشان يعرف الأمور الفنية. صحيح. هذه هذا موضوع. موضوع الثاني اللي هو موضوع الأخطاء الطبية، لما المريض الدكتور لما يعطيه مثلا دواء والدواء هذا أدى إلى مضاعفات، طبعا المريض ما يدري ممكن وين يروح أو شلون يتصرف. في طبعا في أكثر من طريق ممكن يلجأ فيه المريض. أول شيء لازم يثبت حالة الخطأ هذا. نعم. إحنا عندنا مشكلة هنا بالإثبات، المريض ما يدري شنو يتصرف، مثلا يتصل مع الأمور أو تحصل مع المضاعفات ويتوحق. صحيح. وين يروح؟ صحيح. يلجأ حق المحامي على طول. طبعا المحامي ممكن يفيده إذا كانت بالمراحل الأولى، ممكن ما يفيده، لأن أنت محتاجة تثبتين الخطأ الطبي. أنا أثبت الخطأ الطبي كمحامي، محامي ما راح يطلع لك تقرير. أكيد. اللي بيطلع لك التقرير هي جهة طبية. فالمفترض أنه كان يلجأ إلى المستشفى سواء كان حكومي أو مستشفى خاص، أحد من الدكاترة المتخصصين في مجال اللي هو تم مثلا الخطأ هذا، يطلع منه أو ياخذ منه تقرير، يكون تقرير مصدق أو تقرير معتمد من عنده، وهني ممكن يلجأ إلى المقفر أو يلجأ إلى النيابة في حاله أنه كانت قضية جنائية أو قضية جنحة. نعم. فهذه الأمور المفروض أن المريض يكون عنده خبر. المشكلة بعد عندنا ثانية أن الدكتور ساعات ما يكون عنده الشفافية أنه يشرح حق المريض كل شيء. نعم. لأن ممكن هو فعلا هو ما يعرف المريض أنه والله ممكن المضاعفات، بس من المفترض الأمانة العلمية تقول له أنه لازم إنه يقول له أنه إحنا راح نبلش به العملية هذه ممكن تسبب لي المضاعفات هذه ممكن توصل له، يعطي لآخر مدى عشان. صحيح. يكون واضح معاه وصريح. في دكاترة ما يعطون، خاصة دكاترة التجميل ما يعطي مثلا الإبرة هذه لوين توصل، ممكن تسبب، ممكن في حرارة، ممكن كذا، حتى ممكن المريض نفسه يتصرف تصرفات بعد العملية ممكن أي اللي تسبب المضاعفات. صحيح. فكان مفترض يكون كإرشادات، كتعليمات، كنصائح، الدكتور نفسه يكون حذر مع المريض وأنه يعطيه النصائح هذه ويعطيه توقيع، هني التوقيع الصحيح. نعم. بعد إجراء العملية أنه يوقع أنه في تعليمات مفترض أنك تلتزم فيها، وإذا ما التزمت إحنا غير مسؤولين. نعم. فهني تجيلك الأخطاء الطبية وهني طريقة إثباتها. زين، وبالنسبة للدكتور قانونيا شلون يحمي نفسه؟ من المفترض انه يأمن قبل الهواء كنا قاعد تناقش انا مع الدكتور على موضوع التأمين. من المفترض انه يكون في تأمين الزامي، ان كل دكتور او كل عيادة ان يكون في تأمين، ان بحيث ان المريض لو انه صار في اي خطأ من قبل الدكتور ان شركة التأمين هي تكفل في التعويض وهي اللي تدفع هذه المبالغ مو الدكتور. احنا قاعد نلاحظ انه ممكن الدكتور يعجز بدفع هذه المبالغ، غير انه ممكن يكون الدكتور اجنبي ما يكون دكتور مثلا. نعم. موجود بالديرة، فممكن هو يسافر وخلاص يخلي المريض يدور وراء التعويض، يدور وراء الدكتور هذا.
صحيح، احنا مستمرين معاكم ان شاء الله، في اسئلة كثيرة نبي نسألها لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا حول الأخطاء الطبية. أستاذ أحمد، متى نقدر نقول أن المريض نفسه وهو مسؤول عن هذا الخطأ اللي حصل؟ والله شوفي، أنا آخر شيء ودي أسوي أني ألوم المريض صراحة، لكن في أشياء تؤدي أن يساهم فيها المريض لما يخلي خطأ طبي اتجاهه، أنه يكون هو مساهم. ما أقدر أقول المريض المسؤول، ما أقدر أقول نفس ما قال دكتور محمد جمال الطبيب المسؤول. نعم، هو مجموعة أشياء يسمونها على قولتهم الجبنة السويسرية. في فتحات في الجبنة السويسرية على قولتهم، يمر من حاجز لحاجز، الطبيب، الصيدلاني، المعدات، الأجهزة، الدواء. لما المريض يكون مساهم في الخطأ الطبي متى؟ نعم. أول شيء لما يجيك المريض وتسأله السؤال يخش عنك معلومة، ما يقول لك، ما يكون صريح، إما يكون مثلا خايف من شيء، أو يكون ناسي، أو يكون يعتقد أن هالشيء هذا مو مهم يقول لك إياه. نعم. فيؤدي أن أنت تأخذ قرار خاطئ. نعم. الطبيب أحيانا يكون عنده مهارات أنه يسأل السؤال مرة كذي ويغيره شوية ويغيره شوية عشان يعطيه الجواب. نعم. يستدرجه. نعم. الشيء الثاني، إذا المريض ما يتبع التعليمات، نفس ما قالت المحامية غادة، أنه والله لما توقع بعد ما تسوي العملية تقول لا هذه الإجراءات لازم تسويها، ما تبع التعليمات. الشيء الثالث، إذا يتأخر المريض عنده مشكلة، ولده في شيء، يقول لا 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 يكبر يكبر يروح يكبر يروح، فيك متأخر زين، يساهم في أنك أنت لما تيك الحالة تكون مستعصية عليك. نعم. والحالات المستعصية يعني يدخلك بمتاهات ثانية. نعم. الشيء اللي ما نحب نشوفه، والشيء اللي فيه أيضا دراسة صارت بالنسبة حق دكاترة الأطفال. نعم. يقول لك إذا أنت عصبت على الطبيب احتمال الخطأ يزيد. طبيب الأطفال. إيه. ليش طبيب الأطفال؟ ما أدري، دراسة يعني. أطباء الأطفال. إيه. يقول لك إذا عصبت، ما ديروا بالكم يا جماعة ترى، ها. خرعتنا أنت كذي. ديروا بالكم، هذه الكاميرا أي واحدة بس ديروا بالكم. بس أنا قصدي لما يجي المريض يدش الحوادث يسبب فوضى. دوري منو ولاش لا لا لا. زين طيب شلون راح يركز معاك ويعطيك علاج صح؟ لما انت قاعد تصرخ تصرخ تصرخ، الطبيب راح يحاول قد ما يقدر يوخر العصبيه، يوخر الزحمه، يوخر الاشياء عشان ياخذ القرار الصح. قام يدافع عن الدكاتره. انا جايت للحين. قام يدافع عن الدكاتره وخلي المرض. لا تحتي، جايت للحين بس ابي اكمل نقطته. لا انا قلت اول شيء، انا قلت مو بس المريض هو الغلطان. لا قلت لا تساهم في اختلاق جو وبيئة مناسبة للأخطاء الطبية بالفوضى والإصراخ. نعم، بس هذا دكتور يهمني دور الدكتور نفسه، سواء كان دكتور أطفال أو أي تخصص. صحيح. آخر إنه هو يمتص هذا الغرض، يتعامل مع كل الحالات. المفروض هو يتعامل مع كل الحالات، صح؟ المفروض كان يتعامل مع كل الحالات. بالضبط. والله كان جاي معصب هو اللي يهدي، أنت دكتور المفروض أن أنت تهدي. والله والنعم فيهم أغلب المرضى ما شاء الله عليه ممتازين. إيش رأيك فيني؟ غير غير الموضوع، غير صار واقف مع المرضى. الدكتور محمد، اذا بنتكلم على الظروف مثل ما قال الدكتور احمد، انه قد تكون الظروف اللي حوالين الطبيب او الدكتور نفسه تهيئه الى انه هو يرتكب هذا الخطا، هل ممكن نقدر نقول عدم التركيز، التشتت، او التركيز الزائد احيانا في العمليه نفسها هي ممكن تسبب هذا الخطا الطبي؟ بس بعقب على جمله معلومه قالتها الاستاذه غاده. نعم تفضل. وايد مهم انك تشرح كل شيء بالتفصيل حق مريضك. زين، في عندنا مفهوم، نرجع مره ثانيه، لما احنا نخلق حاله من الخوف والهلع بين الاطباء، هذا اللي صاير الحين. نعم. وايد اطباء خصوصا في الانعاش او التخدير او بين الاطباء الاجانب عندهم حاله خوف ان لما يصير خطا ما يبي الخطأ يطلع، لأنه يدري راح تصير أشياء وايد كبيرة. صحيح. ضده. فإحنا لما نخلق هذه الحالة أكيد أغلب الأطباء ما راح يقول كل شيء حق المريض، يخاف المريض ما يسوي العملية إذا قال لك كل شيء. نعم. وهذا يخلينا نغوص، نحفر زيادة، يخلينا نغوص أكثر في الخطأ. نعم. لازم تشرح كل شيء حق المريض لما تصير مضاعفة. حتى الدراسات تقول شيء اسمه disclosure بالإنجليزي، إنك تقعد مع المريض تقول له شنو صار بالضبط،
اغلب المرضى ناس طيبين مسالمين وديعين، يبي يعرف شنو صار فيه، ما يبي يتفاجئ. نعم. ويبي يحس انه في احد قاعد يعتذر له، هذا شيء وايد مهم ان نسويه، وهذا اللي ذكرته استاذ غاده. نعم. كطبيب لازم تشرح حق المريض بالضبط شنو راح يصير معاه، واذا صار معاه شيء لازم تعالجه وتعتذر له عنه. التعليمات مهمه، طريقه صحيح. التواصل ما بعد العمليه مثلا صحيح. وايد مهمه صحيح. إن تعطي حق المريض، لأن إذا صار مرات يصير شيء خلل يعني مضاعفة من العملية، بس تبدي بأعراض معينة، إذا يالك مبكر تقدر تعالج بسهولة، إذا يالك متأخر راح تصعب العملية. فبالتالي التعليمات مهمة. بالنسبة حق سؤالك، هل التعب أو الظروف تأثر على الأخطاء؟ طبعا تأثر، ولكن أرد وأقول أكثر شيء يسبب الأخطاء الخطأ في السيستم. ثاني أكثر شيء يسبب أخطاء أنك تتعامل مع أشخاص، ما تتعامل كسيستم، أنك تلقى كبش فداء بدل لا تقعد تعالج المسألة. إحنا أجرينا دراسة عن تأثير ساعات العمل في أمريكا، أجريت الدراسة، كانت ساعات العمل قبل 120 ساعة، 2003 نزلوها في أمريكا ل 80 ساعة حق الأطباء المتدربين. وكان الاعتقاد، طبعا هذا كان بسبب التقرير اللي نزل سنة 99 في أمريكا، كان اعتقاد ان لما تنزل ساعات العمل من 120 ل 80 راح تقل الاخطاء الطبيه. دراستنا اللي نشرناها سنه 2012 اثبتت انه ما كان في فرق بالاخطاء الطبيه بين تقليل ساعات العمل. فبالنهايه ظروف الطبيب، نعم تعب الطبيب قد يخليه لانه انسان يرتكب اخطاء اكثر، ولكن السبب الاول السيستم. نعم. استاذه غدا، انا راح ادافع عن تعقبين صح؟ اي بدافع عن الدكاتره الحين، يعني بالاول انا قاعده اقول دكتور احنا، انا بدافع عن الدكاتره. تفضلي. المفروض ان المريض بالبدايه لما يتوجه حق، يعني يكون في مرض يروح حق المتخصص. نعم. يعني انا مثلا اذا كان في عنده مشكله مثلا في الاذن، ما يخالف، هاي مهمه جدا، مهمه جدا مساله المتخصص. بيقطع كلامي. لا هاي مهمه من عشان ما تروح عن الفكره. وهي فكره حلوه اللي قلتيها، مساله التخصص. الان التخصصات شعبت، انت قلتي القانون سنه 81 صحيح، التخصصات شعب. دكتور احمد سوى طب اطفال، بعدين سوى جهاز تنفسي. بس اي دكتور اطفال ممكن يعالج جهاز تنفسي. بس منو احسن واحد يعالج جهاز تنفسي؟ دكتور احمد. زملائي والانعاش. هذا الشيء مقصد انه يكون في تخصص. هذه ثقافه غائبه عن المجتمع. صحيح. شنو شهادات الدكتور انت قاعد تقول؟ راح ادافع عنك. شنو معنى زماله؟ شنو معنى بوركمله؟ المفروض ان المريض لما يكون في مثلا في وضع معين انه يدور شخص متخصص. يعني لما اجي انا مثلا كجراحه تجميل، انا ما اروح حق صالون واقول لهم تعالوا عالجوني في ابر معينه، او لا انا اروح حق دكتور تجميل، دكتور متخصص. انا اذا في مشكله في الاذن اروح حق دكتور اذن، ما اروح حق دكتور عام مثلا. فالمفروض ان المريض يتوجه حق شخص متخصص عشان يعالجه في المرض اللي هو هذا. واحد. اثنين، المفروض انه يكون التعليمات او الادويه اللي تنصرف من الدكتور، ما اخذ الدواء وامشي. يعني انا عندي حاله من الحالات اخذت وصفه طبيه، تفاجأت ان الدكتور بالخطا وصف لها وصفه ثانيه ما لها علاقه بمرضها. نعم. هي بمحض الصدفه، هي انسانه مثقفه، بطلت وصفه الوصفه اللي يطلع في اللي هو يكون داخل علبه الدواء. نعم. اكتشفت ان هذا الدواء ما يخصها هي، يخص مرض ثاني، فراحت اثبتت حاله في وزاره الصحه ودشت الاداره القانونيه وكتبت تقرير، وفعلا هناك تشكلت لجنه. نعم. ولجنه اثبتت خطا الدكتور انه هو صرف لها دواء خطا، وممكن هذا الدواء يسبب لها الوفاه، وبالفعل تعاقب الدكتور. ففي ثقافه ان انت اي دواء يتم صرفه حق المريض ان الله لا يهينك بطل، موجود التعليمات موجوده، ان اقرا هل هذا ممكن حتى كاعراض جانبيه لو ان تتسبب لك ممكن تستفيد، يعني ان فعلا هذه الاعراض ممكن تطبق علي. صحيح. الشق الاخير نسيتني، الشق الاخير هذا الخطا مو من الطبيب، هذا الخطا أنا قاعد أقول من المريض، أنا قاعد أتكلم من المريض. أنت قاعد تقول أنا قاعد أدافع عن الحين، أخلي الطبيب اللي هو صرف الدواء الخطأ. أنا قاعد أتكلم إنه كان المفترض إنه يرجع حق دكتور متخصص. صحيح. إنه ممكن إنه يشوف الأدوية اللي تم صرفها هل تطبق عليه، يعني إحنا بشر. أكيد. والدكتور ممكن يخطأ، فمعنى هذا إنه هو لما يخطأ أنا أمشي وراه بالخطأ. طبيعي. الشق الأخير إنه لما يكون في عندي أي خطأ من هالنوع في جهة معينة توجه لها. يعني كثير من المرضى لما الدكتور يصرف له أو يكون في خطأ طبي منه، المفروض أنه هو يلجأ إلى الإدارة القانونية. نعم. التابعة لوزارة الصحة، لأن هي ممكن تشكل لك لجنة، ممكن تشيك تشوف على هذا الخطأ هذا، وممكن يطلع منها تقرير وبناء عليه ممكن ترفع دعوة. نعم. وطالب بالتعويض. يعني أستاذة، إذا الحين المريض يبي يرفع
قضية خطأ طبي يتوجه إلى وزارة الصحة أولا؟ أنا بالبداية أنا أفضل كذي، أنه ممكن يتوجه إذا أثبت أنه فعلا عن طريق اللي هو صرف دواء أو إجراء عملية، نعم. أنه يطلب تشكيل لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة، نعم. وزارة الصحة إذا كان الدكتور تابع لوزارة الصحة راح يتم إيقافه من وزارة المهنة لحد ما يتم إيقاف عمله لحد ما يتم بيان هذا التقرير، وإذا كان بالقطاع الخاص راح يوقفون ترخيصه ومزاولة المهنة، نعم. ففي الحالة هذه يثبت الخطأ، وبعد إثبات الخطأ ممكن عاد تلجأ للقضاء وتطالب بالتعويض بناء على قرار صادر من وزارة الصحة. نعم. في بالنسبة حق الإجراءات، يعني إذا بنتكلم عن شنو المريض شنو لازم يسوي في كذا شغلة، في شغلة المحاماة والمخافر عدل المحاكم عدل، نعم. وفي عندنا شغلات داخل المستشفى، يعني المريض أول شيء أنه يطلب تحقيق داخل المستشفى، نعم. رئيس القسم يقدر يحقق ويشوف شو المشكلة اللي صارت، رقم واحد. رقم اثنين يطلب تحقيق من الوزارة، لجنة فنية من الوزارة، الوزير عينهم، الوكيل عينهم، مختصين بهالاختصاص يحققون له، نعم. أو يقدر طبعا الشيء اللي الواحد وده ينحل داخل الوزارة مو برا، أنه يروح المخفر، هاي كقضية ومحاكم وموزع، نعم. زين، نعم. في أشياء التحقيق بدون ما المريض يطلبه احنا نسويها كدكاترة، مثل ما قلت لكم في لجنة السلامة، نعم. انه والله شلون هالشيء صار، تعالوا خلينا نحقق، احنا نطلب مو المريض، نعم. ولازم المريض احنا طبعا الشيء اللي مو زين تقول له لا تشتكي، لا صار الخطأ تبين له حقه، نعم. وتقول له هذا حقك، صار في حقك كذي، نفس ما قال دكتور محمد جمال، نعم. بتكون صريح معاه في وتقول له عندك حقه مهم علشان تمنع لما يشتكي المريض راح يمنع واحد ثاني يصير معاه شيء. اي والله العظيم دائما كل حاله في حاله، يعني في حاله انه فعلا ناديته قلت له احنا اخطانا وانا اخطات في العمليه، يعني وانا هذا التقرير وارفع عليه دعوه. الاطباء اسبوعيا يسوون شيء اسمه موربيديتي او مورتاليتي ميتنج، لقاء الوفاه والضرر اسبوعيا، نعم. نقعد نشوف الحالات اللي عندنا، اي حاله صار فيها اي شيء غير متوقع بعد العمليه حتى لو مضاعفه مو خطا طبي، نعم. لازم نقعد ونناقشه ونتكلم هل ممكن تفاديها او لا، نعم. هذا شيء دوري يصير من قبل لجان السلامه من الستينات، نعم. تصير دائما الرقابه الذاتيه وايد مهمه عندنا. يعني انا سعيده في هذا الحوار، تطرقنا الى عده مواضيع كثيره، للاسف ان الوقت داهمنا، يعني كان في اسئله كثيره المفروض ان احنا نسالها من الجانب القانوني والطبي ايضا. معلومات جميله اعطيتونا اياها، اتوقع ان المشاهدين الحين قاعدين يتابعونا صار عندهم وعي وثقافه اكثر حول الخطا الطبي. اشكركم على تواجدكم معنا اليوم، شكرا لك الدكتور محمد جمال استاذ الجراحه بكليه طب جامعة الكويت، جراح سمنة وكبد وبنكرياس. شكرا استاذ دانا. شكرا لك، وايضا شكرا لك الدكتور احمد الموسوي اخصائي تنفس الاطفال والعناية المركزة، شكرا لك اليوم مشكري. كنت معنا جدا مميز في المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وشكرا لك الاستاذة غادة البهدهي محامية اللي فعلا اعطيتنا من الناحية القانونية كل المعلومات اللي احنا نحتاجها. شكرا لك. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى انكم استفدتوا من كافة المواضيع اللي ناقشناها، نلقاكم على خير ان شاء الله في مواضيع اخرى، فما الله.